هنا الطمع عادة جات عندما قال حتى الشيخ السالمي عاد هناك يعني عاد خلاص يقول مثلا هذا الإنسان كنت أول أوجه كلامه ويعني على وجه الصدق وألتمس له العذر، لكن لما قال هذا يقول عرفته أنه كذب. قال نساؤهم يكثرن الفساد ولا غيرة عندهم ولا إنكار لذلك، يعني لا إله إلا الله. كيف هذا العرب في الجاهلية ما يرضيوها، كيف يرضيوها العرب في الإسلام؟ وعمان مجتمع عربي إسلامي يصل به الحد إلى هذا الأمر، يعني فيعني حقيقة يعني شيء يعني غريب، يعني أن يقول هكذا عالم يقول هذا الكلام. يقول شخصا إذا العمانيون لا ما فيهم غيرة والنساء والرسالة، من عاد بقي؟ يعني العمانيون الذين مشهورون بهذا وإلى يومنا هذا والحمد لله. فيعني فهذا في الحقيقة فعلا هو تجنيا كبيرا على العمانيين، وهي فعلا من أكبر الافتراءات ولا يمكن أن تمر. ولكن بعض الناس يقول والله لعله نسي، لعله اختلط عليه الأمر، لعله شاهد هذا في بلاد أخرى وفكر فلعله نسب إلى عمان. أنا كنت حقيقة كنت أميل إلى هذا الرأي، لكن لما تمعنت في رحلته فيما دونه ما صحيح فعلا هو متعمد لهذا الأمر، لأنه ذكرت رحلته بكل أشخاصها بكل مدنها. فإذا قلنا نسي هنا معناته أن الممكن ينسى في البلد الأخرى، معناته خلاص تصحب الثقة أو المصدرية عن رحلته. لأن إذا كان هنا احنا عن عمان نسي وقال كلاما غير ذلك أو اشتبه عليه، معناته أن هذا ينسحب على كل الرحلة. ولكن المتتبع لرحلته في الحقيقة يرى أنه متعمد، لأنه بقية الرحلة ذكر كل شيء بالدقة. فأنا كنت سابقا كما قال الشيخ سامي أعتمس له العذر وأقول لعله نسي، لكن لما تمعنت في رحلته وجدته في الحقيقة أن الرجل قد تعمد الإساءة أو الجناية على العمانيين. طبعا عاد ذكر قضية السلطان أن جاءت امرأة، طبعا قال هو أنما على حجاب والناس يسيروا ويجيوا عنده ويجلس أمام بادر. فقال جاءته امرأة صغيرة جميلة وقالت يا أبا محمد طغى الشيطان في رأسي. قال لها اذهبي فأطرد الشيطان. قالت لا أقدر. قال خلاص أنت في جواري فاذهبي فعلي ما شئتي. وقال إن أخبر إن هذا السلطان أي وحدة تبغى تعمل الفساد تجيب هذا وتكون في جواره وما حد يقدر يتعرض لها، وأهلها يتعرضوا لها يقتلون بها. طبعا هذا ليس من عادة، مهما كان الرجل جبارا أو جائرا لكن لا توصل بالعرب أو بالعمانيين إلى هذا الحد. صحيح لا ننكر أنه جبار، لا ننكر أنه وصل رب الغلبة، لا ننكر أنه ليس هو كالأئمة، لكن ما توصل ثم أن إذا هو رضي بكذا أين العمانيون؟ أين المجتمع العماني؟ يسكت عن كل شيء مهما كان هو جبار ومهما كان يستعمل العنف ويستعمل الظلم، لكن ما يتوقع الإنسان أن المجتمع العماني يرضى بهذا ويرضخ لهذا ويسكت عن هذا. هذا ما يمكن في الحقيقة. لكن عاد طبعا فيقال كذلك، يقول إنهم إن السلطان توكل على مائدته يعني لحوم الحمر الإنسية، وقال إنهم يبيعونه في الأسواق لأنهم قائلون بتحليله، يأكلونه ويبيعونه في الأسواق لأنهم قائلون بتحليله. طيب ولكنه يخفونه عن الناس، كيف يقولون بتحليله وعلى مائدة السلطان وإنهم هم يأكلونه ويبيعونه ويخفونه عن الغريب عن الوارد إليه؟ هل يستقيم هذا؟ ثم أنه من ناحية المذهب عندنا في المذهب العباضي كما يقول الشيخ أبو إسحاق أن لحوم الحمر الإنسية مكرهة كراهة التحريم،
وكراهة التحريم يعني ملحقة بالحرام. يقول القول بأنه يعني بأنه مكره كراهة التحليل هو ليس عند الإباضية، ولو حكاه الإباضية يحكونه عن غيرهم عند المذاهب الأخرى أو بعض المذاهب الأخرى، ومنهم المالكية هم الذين لا يقولون بتحريم لحوم الحمر الأنسية، أما الإباضية فقولهم واحد في هذا، فهو اخترق لهم هذا أو افترى على أنهم قائلون بتحريم. طيب أين قراها؟ من أي كتاب؟ أو سمعها من عالم؟ ما شابه. فطبعا هذه نعتبرها من الفرية، لكن الغريب من ذلك أن مجلة العربي الكويتية المشهورة قامت باستطلاع في شهر ربيع الثاني من عام 1991 هجرية، شهر 6 شهر يونيو 1971، هذه 1391 صح، هذه في شهر يونيو 1971 ميلادية قام الاستطلاع، والذي قام بالاستطلاع هو الصحفي سليم زبان، وقال بهذا الكلام، نقل عن ابن بطوطة، طبعا لم يفنده لم يغيره، والشخص لما ينقل كلام من قبله ولم يعلق عليه بشيء معنى ذلك أنه يقول ذلك الرأي، فغريبة من هذا. ومع أن ذلك الصحفي زار عمان قبل 3 أشهر في شهر مارس وعمل مقابلات مع المسؤولين ونشرت في مجلة العربي، فجاء في شهر 6 من نفس السنة بعد 3 أشهر وعمل استطلاع وقال بهذا الكلام نقلا عن ابن بطوطة، يعني مثل هذا كيف أين تكون الثقة؟ هذا صحفي وجاي في 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 سنة 71 من القرن الماضي ورأى عمان وزار عمان، كيف يقول على أن ابن بطوطة يقول عنه؟ صح أن ابن بطوطة ما يقول هو ينقل ذلك، ليش ينقل ابن بطوطة ولم يعلق عليه بشيء ولم ينكره بشيء؟